محكمي ومفوض لكم وما اشتهيتوا فعلتوا لو تشتروا سنة ادوا البنادق ادوا البنادق حياكم الله لو تحكموا بروسنا سلم عند العاقل ذا وين ذاك ناول هذه 200 حق الدف تسلم وكلام نفتح عند وصول الولد لنا كلام ثاني قد وصلنا به قد هو ده موجود ما حزين ايوه تمام انا جابر داخل عني كبرت العين عني كبرت العين هيا حظ غرمنا غرمه غرمنا غرمنا والله يرحم الناس يبقى على معاش بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم دي حصل الولد محمد دحان محمد احمد علي غيثان وذلك يوم الأربعاء 16/12/2015 الموازي 3 أول 1437 هجري من الأخ محمد عبد الرحمن حسين المروني وسبب ذلك الحادث إلى وفاة الولد المفقود والذي قمنا به هو العفو عن ما حصل بقضاء الله وقدره برضانا واختيارنا وهذه ورقة التنازل من أوليائه أبوه وأعمامه ومن حضر من حضر وحضر بتاريخه وعلى هذا بصمة الجميع بتاريخه 22/12/2015 عليكم بيض الله وجهكم.